تعال تعال تعال. هلا هلا. جاء وقت الحساب يا سوسة. أنا تاركك من أول. أيوه. وقلت عنده ظروف. إيه. والظروف طولت. نعم. العقد وينه يا سوسة؟ وليش هربت وخليتني وما أخذ أغراضي بعد؟ يا سوسة يا سوسة، أنا ما هربت، أنا سوسة أنحاج أهرب. لا بس أنا خفت من صبانخ. تدري إن صبانخ هذا أيوة. اللي تشوفه غبي. أيوة. هذا صبانخ شاك فينا. وبعدين خايف. شوف. أنا خايف إن يسوي خطة هو الأحفاد ويسرقون العقد. هذا الأشياء ما تمشي علي. وأبشرك خلاص إحنا انفضحنا عن جد أمين وعرف إني أنا طالع من السجن وفلتر وفضحناك وكل شيء والموضوع انتهى. إحنا انفضحنا. أكيد انفضحنا. جد أمين عرف. إيش؟ بالله 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 انفضحنا. أكيد أكيد يوم أنت هارب وخايف وإحنا انفضحنا. يا أخي اعترف نفسك اعترف نفسك، أنا ما أهرب، أنا سوسة اللي عادينا حوسة تقول لي أهرب، وين أهرب وين؟ طيب أنا طيب. سوسة يا سوسة. نعم. وين العقد؟ العقد 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 في مكان أمين أمين. أمين ولا سمين؟ اسمعني بس. أمين ولا جد؟ أقول لك أول شيء، وأنت يوم قررت أنك تهرب إيه؟ لما خبرتني يهرب معاك؟ أنا صديقك، أنا اللي معاك دائما، تروح وتخليني. الحمد لله وظهر الحق وظهر الحق، الحين اكتشفت انك انسان غبي. انا غبي؟ غبي، ودائما تتهمني انا بالغباء. طلعت انت غبي، انت صرت غبي. الحين احنا لو هربنا الاثنين ما راح يشكون فينا، وبعدين لازم يكون واحد في المزرعه علشان يراقب ويشوف اللي يصير. وعين لنا، خليك ذكي، تعلم سوسة. عين ولا يد؟ يد ولا اذن؟ اقول لك يا طبيب انف وحنجر انت، اسمعني انا مشيتها صح كلامك، في وجهه نظر حقيقيه ان لازم انا دائما حقيقي. طيب اسمعني، المفروض انك تعطيني خبر واكون انا فاهم وعارف، مو زي الناس ادور عليك يمين يسار وفوق وتحت، يمين يسار فوق تحت، تمارين رياضيه قلبناها. شوف يا حبيبي. اسمع يا شوشه. نعم. شفت الشنب هذا؟ اي شنب؟ هذا الشنب حسب دباب مليان من الافكار والابداع. انا يوم سويت بشنبي كذا وحكيته، ايوه، فجاه جتني الفكره. وبعدين انت كنت معهم، كيف يعني اسوي الفكره وانت معهم؟ فقلت انا خلينا اقتنص الفرصه واسويها. نعم. اسمعني الحين، الموضوع بصراحه كبير. ايه. واحنا بصراحه موضوعنا هنا صار في المزرعه. ايه. شيء غبي كذا، ما نفهم وش وضعنا صدقا، يعني لازم نحط حدود ونلقى الماسة وينتهي الموضوع. حدود ولا المدينة؟ لا 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 لا، بديت الحين نشتغل عليك، يعني نشتغل، وبدأ موضوعك يصير يعني بديت تصير خفيف دم. لا سامج. سامج. طيب الحين وش الخطة يا أخ سامج؟ الخطة، شوف أنا تعبت وحكيت الشرب وطالعت لي أفكار وفكرت وخبيت هذه الأمانة، وباقي الفكرة عندك أنت. نعم. أنت شوف الحين الملعب ملعبك. دام الفكرة إيه؟ عندي. الفكرة عندك. إيه. إحنا المفروض. أيوة. إن نتخلص من شخص نشب لنا نشبة غير طبيعية. إيه؟ ودخل معانا. إيه؟ وحسيت إنه جزء مننا. إيه؟ ويبغى يقاسمنا الحلال اللي هو الماسة. من هو؟ هذول ربعك انت اللي بليتنا فيهم. لا لا لا، هذا فلتر. ايه؟ لازم نتخلص من فلتر علشان يصفاننا الجو
ونصير احنا مسيطرين على مزرعه جدو وناخذ الماسه وننحاش بدل ما تروح القسمه على ثلاثه تصير على اثنين. والله انا عن نفسي امنيتي انها تكون القسمه عن واحد. ايش قصدي؟ اثنين. صح اثنين. لا تصير طماع. لا اثنين. انت تشوف بعينين ولا بعين واحده؟ انت عارف يعني انا يوم قلت واحد يعني انا وانت واحد. انا وانت واحد. ابى امشيها. اسمعني بس، في سؤال عندي. تفضل. انت هل الفكرة انه نتخلص من فلتر فكرة سليمة ولا لا؟ يعني انا شايف انه هو اللي قاعد يبحث، صح؟ ايه، واحنا متفقين معاه، وفي غيابك كان صديقي وكنت افوز انا وياه بصراحة. اسمع، فانا اشوف الموضوع. اسمع ما ادري، كلام اليوم وكلام امس يمحي بكرة. لا حول ولا قوة. نعم. إلا بالله. وإحنا في بكرة. إحنا في بكرة؟ نعم. ثانيا، إحنا في اليوم. أنا مو قلت الحين أنك غبي. أنا غبي؟ وفهمك على قدك. كيف نتقاسم؟ كيف نتقاسم الفلوس والباسة؟ أصبر أقول لك. الحمد لله يا أخي. أصبر بقول. ما في أصبر. أنت نرفزتني، عصبتني، أنت ما تفهم. الحمد لله إنه فهمي على قدي. لو فهمك على قدك كان كيف يعني؟ فهمت قصدك. هلا خلاص حنمشيها. المهم اسمعني، لازم نلقى حل لموضوع. اسمع انت اللي تسمعني. قول. يوم انا اتكلم خليك جالس. ايوه انا جالس الحين. انا جالس. ايه اسمع. يوم نقسم على ثلاثة ها ما راح تكون كويسة. يوم نقسمها على اثنين راح تكون حصتك اكبر. الحصة الأولى ولا الثانية؟ أقول اسمعني. أو يا أخي سبحان الله، أنا أحس إن أنت فيك من القمة من الذكاء والغباء مختلط مع بعض. يعني ميكس. ميكس. أوكي. دامك إنك أنت الآن قاعد تشخصني يا طبيب، لازم نلقى حل بسرعة لأنه فلتر مو بغبي. وفلتر فاهم. فلتر مو غبي؟ نعم. مين قال لك؟ أنا أعرفه. فلتر هذا هذا. ايوه هذا. شفت الغباء؟ ايوه. يقول له فلتر سلام عليكم. يا ربي هذا اللي ما يفهم. الحين لازم نلقى حل للموضوع هذا. الحل عندي. خلاص بتسويه؟ الحل عندي. تضمن؟ الموضوع عندي.